أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج على هامش الحفل الختامي المخصص لتكريم أحسن الأعمال البيداغوجية حول الدستور والمواطنة، أكد أن هذه المسابقة تعكس الأهمية التي توليها المؤسسة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية في أوساط التلاميذ. التغطية لشهرزاد وليد عزوز. إن اختيارنا لجائزة أحسن الأعمال البيداغوجية الفنية حول الدستور والمواطنة لا تكون أول فعالية تنظمها المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية الوطنية. إنما يعكس الأهمية التي توليها مؤسستنا لنشر الثقافة الدستورية في أوساط أبنائنا التلاميذ، والتي وإن اكتفت في نسختها الأولى بالطور الثانوي إلا أننا نأمل أن تشمل في طبعاتها المقبلة باقي الأطوار التعليمية، وعيا منا بأهمية الفرد في جزائرنا الجديدة. كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم على هامش الحفل أن القطاع يتطلع أن تكون هذه المسابقة تقليدا يتجدد كل سنة بمشاركة تلاميذ جميع المراحل التعليمية، وهو ما لم يتحقق هذه السنة بسبب الجائحة، حيث شارك هذه السنة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي دون سواهم. وإننا لنتطلع إلى أن تصبح هذه المسابقة تقليدا يتجدد كل سنة بمشاركة تلاميذ جميع المراحل التعليمية، الشيء الذي لم يتحقق هذه السنة بسبب الوضع الصحي الذي عاشته الجزائر على غرار باقي دول العالم، حيث شارك في المسابقة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي دون سواه. سنسعى في إطار التعاون مع المحكمة الدستورية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى ترسيخ مثل هذه التظاهرات والمسابقات البيداغوجية الفنية التي تسمح بتجسيد غاية المدرسة الجزائرية، والتي تسعى إلى تشجيع التلميذ على التشبع بقوانين الجمهورية الجزائرية وغرس روح المواطنة لديه وتعزيز ثقافته القانونية والمدنية.